يفضي فرط الإيغال فيها إلى الكسل عنها أو العجز عنها. قال في فيض القدير: فأمرهم بالاقتصاد في الطاعة لئلا يطيعوا باعث الشغف، فيحملوا أنفسهم فوق ما يطيقون، فيؤدي لعجزهم عن الطاعة أو قيامهم بها بتكلف. وقال العامري في شرح الشهاب: ويشبه أن تكون في محبة الله تعالى إلى دوام العمل وإن قل أن يقتصد الإنسان في الأعمال ولا يشدد فيها ويكثر منها حتى يفضي به ذلك إلى الترك لها والإعراض عنها مللا أو ضعفا أو عجزا. فكأنه أحب الاقتصاد في العمل ليدخل فيه بخفة وطيب نفس دخولا يدوم عليه. وكل المعنى في ذلك أن الله سبحانه وتعالى يحب دوام الإقبال عليه ومتابعة التوجه إليه وإن كان بيسير العبادة، فإنه يصير كثيرا بالمداومة، ورب ناظر إلى صورة العمل فينسى ما يقلل قدر العمل من الترك له والإعراض عنه بالسآمة أو الملل، والله أعلم. انتهى كلام العلماء. والمقصود بالأعمال في هذا الحديث أعمال الله، أي أكثرها ثوابا، وإلى هذا ذهب أكثر العلماء. قال القاضي أبو بكر بن العربي المعافري: معنى المحبة من الله تعالى تعلق الإرادة بالثواب، أي أكثر الأعمال ثوابا أدومها وإن قل. وقال ابن الجوزي: إنما أحب العمل الدائم لمعنيين، أحدهما أن المقبل على الله عز وجل بالعمل إذا تركه من غير عذر كان كالمعرض بعد الوصل، فهو معرض للذنب. ولهذا ورد الوليد في حق من حفظ آية ثم نسيها، وإن كان طعم حفظها لا يتعين عليه الحق لأنه أعرض بعد الوصل، فلا قام ذلك الوقت. وكذلك يكره أن يكثر إنسان بمكانه من الصف الأول، لأنه كالراغب عن القرب إلى الله عز وجل. ولهذا قال عليه السلام لعبد الله بن عمرو: لا تكونن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل. والثاني الكلام دائما من الجوزي أن مداوم الخير ملازم للخدمة، فكأنه يتردد إلى باب الطاعة كل وقت، فلا ينسى من البر لتردده، وليس كمن لازم الباب يوما دائما ثم انقطع شهرا كاملا. وقوله صلى الله عليه وسلم: أدومها، أي أثبتها، وأصل الدوام السكون واللزوم. وقد سُئلت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: كيف كان عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل كان يخص شيئا من الأيام؟ قالت: لا، كان عمله ديمة. وقولها كان عمله ديمة أي دائم غير منقطع، ومنه سمي المطر التواني ديمة، يعني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عمل من خير لم يكن يقطعه ويتركه بل يداوم عليه. وكانت عائشة رضي الله عنها إذا عملت العمل لزمته. في مسلم: كان آل محمد صلى الله عليه وسلم إذا عملوا عملا أثبتوا أي لازموه وداوموا عليه. والآل هنا أظهر في القرابة وآل البيت، ويحتمل أن المراد من يختص به من فقراء أصحابه رضي الله عنه. والمراد بالمداومة المواظبة العرفية، إلا فحقيقة الدوام شمول جميع الأزمنة وهو غير مقدور. قال في التنوير: أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. هذه الأحبية للعمل باعتبار صفة الدوام،
فيكون أعم من الأول باعتبار الصفة، فالصلاة المداوم عليها أول الوقت أحب إلى الله من صلاة أول الوقت لا يداوم عليها، فالعمل المداوم عليه أفضل من عمل لا يداوم عليه من حيث صفة الدوام، وإن كان ذلك أفضل باعتبار. ويحتمل أنه أريد بها فرائض الطاعات لأنها دائمة متكررة، فكأنه قال أحب الأعمال إلى الله الفرائض لدوامها في كل يوم كالصلاة أو في كل عام كالحج والزكاة والصوم، إلا أن قوله وإن قل لا يناسب هذا. انتهى من كتاب التنمية. وفي المداومة على العمل وإن قل مزايا جمة، منها كما قال الحافظ المنوي رحمه الله: العمل المداوم عليه تألفه النفس فيدوم بذلك الإقبال على الحق سبحانه، ومنها تخفيف العبادة وتدريب النفوس عليها وطرح السآمة والضجر. قال المناوي: يحتمل أن يكون المراد بالدوام الترفق بالنفس وتدريبها في التعبد لئلا تضجر، فيكون الحديث من قبيل قوله صلى الله عليه وسلم: إن لجسدك عليك حقا، يقال: استدمت الأمر ترفقت به وتمهلت، واستدمت غريمي رفقت به. قال الحافظ السجلماسي: قد أثنى الله تبارك وتعالى على المداومة في الخير، فقال تعالى: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. وقال جل ثناؤه في وصف الملائكة: يسبحون الليل والنهار لا يفترون. وقال عليه السلام: كلفوا من العمل ما لكم به طاقة. وكان عمله عليه السلام ديمة. وقد قيل في تفسير قول عائشة رضي الله عنها: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمرين إلا أخذ بأيسرهما ما لم يكن إثما. شرحوه أن الأيسر هو غير الشاق عليهم، لأن بعض العلماء يرى أن من شرع في عبادة تركها عاصم بتركه إياها، فالأولى أن يختار الإنسان لنفسه ما يدوم عليه. ولقد أحسن القائل: انظر إلى كل ذي حذق بصنعته، لم يبلغ المجد إلا من عنايته، وكل طالب أمر عز مطلبه إن لم يدم عليه لم يظفر بحاجته. انتهى كلام السجلماسي. مستمعي الأفاضل، للإمام حجة الإسلام الغزالي تشبيه لطيف لفوائد العمل المداوم عليه وأثره وفضله على العمل الكثير المنقطع، عبر عنه بقوله: خير الأمور أدومها وإن قل، ومثال القليل الدائم كقطرات من الماء تتقاطر على الأرض على التوالي، فهي تحدث فيها خضرا لا محالة ولو وقعت على حجر، والكثير المتفرق كماء صب دفعة واحدة لا يتبين له أثر. ومن قوله صلى الله عليه وسلم: أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل، شدد أهل التصوف النكير على ترك الأوراد كتشديدهم على ترك الفرائض. قال في شرح المصابيح: من عمل وردا من صوم أو صلاة فليداوم عليه. ولهذا الحديث ينكر أهل التصوف ترك الأوراد كما ينكرون ترك الفرائض. وقد قال بعضهم: لا تقطع الخدمة ولو ظهر لك عدم القبول، وكفى لك شرفا أن يقيمك في خدمته، ولأن المداوم يدوم له الإمداد من حضرة رب العباد.